ننتظر التنفيذ. المرسني في القائم الثاني، كرة جول 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 جول. محمد علي المجري ينجح، نعم، ويكفر عن ذنبه من خلال الركلة الجزاء الضايعة. ثواني فقط ويعلن عن اسمه هنا في ملعب المرداسي، وهدف في مرمى الحارس عزيز البجاوي. كرة ثابتة بامتياز، التنفيذ من المرسني واستغلال الفرصة من محمد علي المجري، وسجل ثالث أهداف هذا الموسم مع فريق الجياس العادة. شوف شوف تحذير كان بالرأس مرة أولى ولا مرة ثانية في المرمى، هدف لفريق جندوب الرياضية. دقيقة 21 تتغير النتيجة، والضغط يولد الأهداف، وجندوبة تتمكن من تحقيق الهدف الأول عن طريق محمد علي المجري بعد ما انتصرت على النجم الساحلي هدف لصفر. وكرة جول، الله، هدف ممتاز، هدف رائع، هدف مضاعف النتيجة لفريق جندوب الرياضية. محمد علي المجري، المجري يا مجري، مجري يا فنان، هدف ممتاز. ننتظر الإعادة، نشوف الكرة تلعب ركنية في القائم الثاني. هو ارتماء رشيقة، والمجري اليوم في نهار كبير حقيقة، فرحة كبيرة، ويتفاعل مع الجمهور الحاضر في ملعب المرداسي. هكذا تتغنى جماهير الجياس يا عمري، فرحة كبيرة. كما قلنا محمد علي المجري يسجل الثنائية. وين لم يستغل الكرة الثابتة بالشكل المطلوب، والهدف والهدف. كنت أتحدث وأقول عن الكرات الثابتة، لم يستغل الشبيبة، وكرة تأتي بهدف أول لفريق الجي اس كا، فريق الشبيبة القيروانية، في الدقيقة يعني 39 بكرة رأسية. نعم، نشوفوا شكون صاحب الهدف. صاحب الهدف شكون؟ هو اللاعب رقم 27 بالفعل، هو اسكندر النفاتي. اسكندر النفاتي يتمكن من تحقيق الهدف بعد ما ارتقى عاليا